اكيد حضرتوا خناقات رجاله وستات كتير مش كده؟ هتلاقي دايما جمله ثابته عند الستات ايه هي؟ انا اديته عمري، اديته حياتي، اديته احلى وقت في عمري، كنت والده مفتاحه وهو خدها. عمركم سمعتوا ذكر بيقول كده؟ طب ما هو الراجل اعطاها والده حياته برضه رقم، ما هو كان معاها رقم وهي وكان والده، هو كان والده برضه. ما تلاقوش ذكر ابدا يقول للانثى انا اديتك والده حياتي، انا اديتك عمري. ها؟ ما تسمعهاش ابدا من ذكر. ليه؟ لان الانثى بتحس انها اما عشان تخش في علاقه مع الذكر بتحس انها بتدي نفسها للذكر هديه. ده شعور انثوي. وكل ما حست انها هديه غاليه كل ما كانت مستثاره اكتر وسعيده بالعلاقه اكتر. وذلك شغلانه الذكر انه يحسسها انها قيمه مهمه جدا في حياته. معايا حضرتك؟ معايا حضراتكم؟ اما بتبقى سوبر اندبندنت وومن ما شاء الله ما بتعرفش تحس شعور الخضوع للذكر. ما بتعرفش تحسه. اطلاقا ما بتحسوش. اطلاقا. فبتحس بقوه شديده جدا قصاد الذكر ده، ولو هي مش متجوزه قطر في ادائه وفي قوته مش هتعرف تسلم له. مش هتتهد. هتعرف تنبسط في العلاقه هي؟ اطلاقا. فالسوبر اندبندنت وومن دي ما بتعرفش تخضع. ما تعرفش تحس بالخضوع للذكر، ما تعرفش تجيبها. والذكر المستأنس ده حضرتك ما يعرفش يقيم علاقة ممتدة، هي آخرته 5 دقايق ويكون جاب آخره. فبالمنظر ده هل العلاقة العاطفية الجنسية هيبقى لها طعم ولا معنى؟ المصيبة بقى إن الذكر عنده إحساسين. أنا بديكم حاجات خطيرة كده في الأول عشان يبقى فاهمين الدنيا ماشية إزاي. الذكر عنده إحساسين، إحساس إن هو أنهى مشاعر، أنهى احتياجه الجنسي. معايا حضراتكم؟ وإحساس آخر إنه شبع جنسيًا. الشعور ده مش عند الأنثى، الأنثى ما تعرفوش أصلًا. ما تعرفش الشعورين دول. الذكر في علاقته بالأنثى عنده شعورين. شعور انه انهى احتياجه الجنسي ليها لان الذكر بيحتاج الانثى جنسيا. وهنشرح كلمه بالتفصيل. الذكر بيحتاج الانثى جنسيا، بيحتاج احتياج. الانثى ما تعرفش الشعور ده اصلا. ولولا الشعور ده ما كانش في ولا واحده اتجوزت في العالم. يعني ايه الراجل بيحتاج الانثى جنسيا؟ الراجل مشاعره الجنسيه تجاه الانثى بتزيد باحتياج شديد، زي بالظبط اي انثى من حضراتكم او اي انسان بيتزنق وعايز يخش الحمام، تقدر تقول له دلوقتي ما تخش الحمام، استنى حبه بس، خد وقتك كده وريح، ابتسم كده واقعد كده وبتاع وايه، وخد دورك وقدامك 10 قبل ما تخش الحمام. ما هيعمل ايه؟ او هتعمل ايه؟ هتصرخ ويجي تعملها على نفسها. الذكر مشاعره الجنسيه تجاه الانثى بنفس النوع ده. الذكر لما بيحس انه محتاج الانثى عايزها دلوقتي. الانثى ما عندهاش المشاعر دي وده من تكريم ربنا ليها. فهو محتاجها وهو عامل وهي عامله ازاي؟ طب استنى شويه، طب اخش اخد دش، طب البس، طب انيم العيال، طب ما اعرفش، وهو هيموت. وذلك تشوفه سخيف وقليل ادب وما عندوش ذوق وما بيفهمش. لسه هنتناقش في الحاجات دي كلها، لانه ما بيراعيش اي حاجه، حيوان ما بيراعيش حاجه. فظيع. وبعدين يقوم واخدها في وسط القصه دي كلها، يخشوا مع بعض 5 دقايق بيكون مخلص. يخرب بيت اهلك، انت عملت القصه دي كلها على دي؟ هي ما حسيتش بحاجه اصلا. هي ما حسيتش بحاجه اصلا. هو عمل ايه بقى؟ هو كانه دخل حمام وفك نفسه. لكن هل هو شبع؟ لا.
ولذلك في الكورس ده وكورساتي كلها انا باصر اني بسمي العلاقه الجنسيه اللي كان اللي هو كنت زمان بسميها جنسيه دلوقتي بسميها علاقه عاطفيه جنسيه، لان الذكر ما بيشبعش الا اذا حس عاطفه الانثى، والانثى ما بتستثمرش جنسيا الا اذا الذكر اعطاها عاطفه الاول. فما كانتش العلاقه عاطفيه جنسيه لا الذكر هيشبع ولا الانثى هترتاح.